بجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. تعد الزيادة السكانية تحديا للدول، سواء بنتحدث عن الدول المتقدمة أو الدول النامية، وأصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها. هل الزيادة السكانية أثرت على المناخ أم لا؟ هذا السؤال بيجيبه دكتور مجدي خالد، خبير الصحة الإنجابية ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق. تحياتي لحضرتك يا دكتور خالد، وأهلا بيك معنا. دكتور مجدي، عفوا، اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، يعني بالحديث عن قمه المناخ والمنعقده في شرم الشيخ حاليا، بنتحدث عن كوب 27، وطبعا المعروف عن هذه القمه هو التحول من مرحله التعهدات الى التنفيذ. محتاجين نسال حضرتك في البدايه عن العلاقه بين الزياده السكانيه واثرها على التغيرات المناخيه، وحضرتك لو توضح لنا هذه الجزئيه. الأول أهلا بيكي وشكرا على تناول الموضوع من جانب يمكن ما حدش كان بيتطرق له كتير قبل كده، اللي هو العلاقة بين الزيادة السكانية والتغيرات المناخية. طبعا أنا بنفكر نفسنا إنه يعني بكرة تعداد سكان الكرة الأرضية هيصل 8 مليار نسمة، وده طبعا رقم كبير ويتخض، لانه لما كان وصل 5 مليار نسمه سنه 89 عمل انزعاج شديد، وكانت الامم المتحده بتقول يا ترى الكره الارضيه هتقدر تستوعب السكان دي لحد امتى، وايه التغيرات اللي ممكن تحصل. ومن هنا كان بقى في تركيز شديد على موضوع السكان. الزياده السكانيه بتتطلب توفير موارد. الموارد دي موارد غذائيه، ماء، الماء، الميه، الطاقه، كل الحاجات دي. فده بيسبب استنزاف لموارد الكره الارضيه وينتج عن ذلك التغيرات المناخيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. على سبيل المثال، بيتم تحويل المساحات الخضراء الى اماكن سكنيه عشان يلاقوا، انا بتكلم على العالم كله دلوقتي، علشان يلاقوا مكان للزياده السكانيه يعيشوا فيه. بيتم كم كبير من المحروقات والاستنزاف للطاقة عشان المصانع تشتغل، وعلشان الغذاء وعشان الطعام والكلام ده كله، وده بينتج عنه انبعاثات بتأثر على المناخ وبتؤدي للتغيرات المناخية اللي شاهدناها في السنين الأخيرة. كل الطبيعة بتتأثر. الصيد الغائر من المحيطات بيؤدي لعدم توازن البيئه داخل المحيطات، لانه الناس عايزه اكل، عايزه موارد غذائيه، عايزه ملبس، عايزه طاقه، عايزه بيوت تسكن فيها. كل ده بيكون على حساب الكره الارضيه. استنزاف للموارد الموجوده، المياه، مصادر الطاقه، الغابات، المساحات الخضراء، كل ده طبعا بيأثر سلبا على المناخ. صحيح، يعني بحديث حضرتك عن ان الزياده السكانيه بتهدد الامن المائي والامن الغذائي، وفي ظل الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها كل دول العالم حاليا، وايضا يعني بالاضافه طبعا لازمه الطاقه، هذه المشكله، مشكله الزياده السكانيه، اصبحت يعني من الازمات الاكثر الحاحا، وعلى الدول مواجهة هذه المشكلة الحقيقة. إيه الإجراءات اللي ممكن تتخذها الدول للحد من هذه الزيادة؟ طبعا التنبيه لهذا الموضوع يعني من زمان جدا، وبدأ ياخد خطوات تنفيذية سنة 94 لما عقد المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة سنة 94، وطلع في برنامج العمل بتاعته يعني انه على الحكومات ان هي تتخذ اجراءات من شأنها انه يتناسب عدد السكان في كل دولة مع الامكانيات بتاعتها، بحيث يبقى فيه توازن ويبقى فيه ان الوضع الاقتصادي مرتبط جدا جدا بالزيادة السكانية. فعلى كل دولة بقى ان هي تتعامل مع الوضع السكاني معها بما يتناسب مع ظروفها. بمعنى ايه؟ بمعنى دول اوروبا الغربية مثلا هم ملتزمين جدا ومتحفظين في عملية الإنجاب، فالمجتمع عندهم كبير السن. الدول النامية كلها عندها معظمها، ومصر من أكثر الدول النامية اللي فيها نمو سكاني سريع، فأصبح النمو السكاني يفوق طاقة النمو الاقتصادي. فده بيخلي ان المواطن عشان يشعر بنتيجه المشاريع الاقتصاديه والنمو الاقتصادي اللي بيحصل، بيخليه ان هو مش قادر يحس بيه، لانه هو جزء من
من اللي حاصل ان هذه الزياده السكانيه بتبتلع عوائد التنميه، فبالتالي بيظل الوضع الاقتصادي مش هو اللي احنا بنحلم بيه. فبالتالي احنا يعني على كل دول عندها سياسه سكانيه بتعتمد على عده محاور، اهم محور فيها بالذات في مصر في الوقت الحالي محور تنظيم الاسره. احنا ما عندناش اختراع يخلي النمو السكاني يقل غير ان السيدات المتزوجات يستخدموا وسائل تنظيم الاسره، وانها تكون متوفره ليهم، وان هذه الخدمات تقدم في كل مكان، وانها تكون بالجوده المطلوبه، وان هي تقدم بالمجان للفئات الاكثر فقرا او الاكثر احتياجا. وكل ده المفروض ان هو ضمن السياسه السكانيه بتاعه مصر، ولكن اللي حاصل لحد دلوقتي بالرغم من ذلك النمو السكاني سريع. احنا النمو السكاني عندنا في مصر 1.8، وعلى مستوى العالم اقل من 1، وده احنا تقريبا ضعف النمو السكاني على مستوى العالم. صحيح. يعني بنزيد 1,800,000 سنويا، وده معناه ان احنا بنستقبل مولود كل 19 ثانية وثلاثة كل دقيقة و188 كل ساعة و4500 في اليوم. فده الوضع اللي احنا فيه، وده هيؤدي اللي احنا سنة 2030 نوصل ل 120 مليون نسمة، وسنة 2050 هنبقى 165 مليون. فلازم ننتبه، يعني لازم ننتبه كشعب وكمواطنين وكأسر، ان احنا مع الحكومة ومع الدولة لازم نتكاتف في ان احنا نحسن من وضع النمو السكاني بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد، عشان كلنا يعني نقدر نستفيد من برامج الدوله للتنميه. هي طبعا المشكله بتواجه كل دول العالم، واحنا بنتحدث الان حضرتك زي ما تحدثت عن دور مصر الحقيقه ودور كبير بتبذله الدوله المصريه والقياده الحقيقه في مواجهه هذه الازمه الزياده السكانيه. لو بنتحدث عن اخر 10 سنين فقط زاد عدد السكان في مصر 20 مليون مواطن، طبعا ده رقم كبير جدا، وفي محاور كثيرة جدا بتعمل عليها الدولة المصرية لمواجهة هذه الأزمة. لو حضرتك تقول للمواطنين إيه رسالتك ليهم علشان نتحدث عن خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي، طبعا بنتكلم عن التنمية وأيضا على التغيرات المناخية. يعني أنا بأنشد الأسر المتزوجة أن هم يراعوا في قرارهم الإنجابي الوضع الاقتصادي للأسرة. الأسرة اللي تقدر تربي طفل تجيب طفل، الأسرة اللي تربي تقدر تربي اثنين تجيب اثنين. أما يعني لما نترك الأمور على الغارب كده بدون ما نبقى رابطين عدد الأطفال بالقدرة، قدرة الأسرة على تربيتهم بشكل جيد وتعليمهم بشكل جيد وتوفير حياة مناسبة ليهم، ده بينعكس على إنه في نمو سكاني سريع هيرهق الدولة وهيرهق الحكومة. وبدل ما الدولة تركز في الجودة بتاعة التعليم والجودة بتاعة الصحة والجودة بتاعة كل نواحي الحياة، هتلاقيها بتركز على الكم. عايز عدد فصول كفاية يستوعب الزيادة في عدد الأطفال الداخلين، عايز عدد أسرة أكثر في المستشفيات، عايزة. لكن احنا عايزين نتوقف شوية عن الزيادة السكانية، نوصل لمرحلة إصدار سكاني يدي فرصة للتنمية إنها تركز على الجودة، الجودة بتاعة الصحة وجودة التعليم، جودة الحياة بصفة عامة. فالأكثر المستفيد الأول من ضبط النمو السكاني الأفراد والأسر، هم المستفيدين الأول، المواطن هو المستفيد. وهي عبء كمان يا دكتور، مش بس على الدولة، كمان عبء على المواطن، عبء على المواطن، وأيضا لأنه يعني في ظل متطلبات الحياة الحقيقة وفي ظل الأزمات أو الأزمة الاقتصادية اللي يعني كلنا بنعاني منها، عبء على المواطن نفسه وهو المستفيد الأول من هذا الأمر بالتأكيد. بالضبط بالضبط كده. الرسالة الثانية اللي عايز أوجهها للأسر برضو أن ممارسة تنظيم الأسرة ده له ميزة صحية. يعني لازم إحنا كمان في الرسالة الإعلامية بتاعتنا، وده دور على حضراتكم، أن نركز على الجانب الصحي لتنظيم الأسرة، الجانب الصحي لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة. المباعدة بين الأطفال معناها أن الأم في صحة أفضل، معناها أن المولود هيكون في صحة أفضل، معناها أن الأم هتقدر يبقى عندها فرصة أن هي تسترجع صحتها، بحيث لما يبقى فيه طفل تاني تقدر أن هي تبذل معاه المجهود المطلوب منها. والعكس صحيح، الولادات المتكررة لها أضعاف كثيرة على صحة الأم. الأطفال الناتجين عن ولادات متكررة
في عرضه لان هم ينزلوا قبل الاوان، ينزلوا ناقصين الوزن، يحتاجوا رعايه خاصه بعد الولاده. طب انا ليه اعرض الاسر والام والطفل لهذه يعني المضاعفات الناتجه عن الولادات المتكرره وعن عدم المباعده من طفل والتاني؟ وانا اللي هيوفر لي بقى الحل في هذا الامر انه استخدام تنظيم الاسره للمباعده الكافيه، واللي يكون عندها العدد الكافي اللي يقدر يتناسب مع صحه الام ودخل الاسره وهذه الامور. صحيح، طبعا ده ايضا يعني بينعكس على صحه الطفل وبيتيح للام الاهتمام بصحه الطفل طبعا وتعليمه بشكل جيد. هي منظومه صحيحه. دكتور مجدي خالد، خبير الصحه الانجابيه ومدير صندوق الامم المتحده للسكان السابق، جزيل الشكر لحضرتك على وجودك معنا وكل المعلومات التي تفضلت بها. شكرا. ربما انتهت هذه التغطية، لكن تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم. لمتابعة المزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على مدار الساعة من داخل تلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.